على المستوى المحلي بقى، واحنا كمان بنتابع الدوري المصري في مبارياته وجولاته. خلونا نستعرض معاكم نتائج مباريات امبارح في بطولة الدوري. الجونة بيتفوق على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وتعادل سلبي ما بين مصر للمقصة وفاركو. النهارده ايضا الدوري المصري على موعد مع يعني مباراتين هامتين جدا من ضمن مباريات الجوله رقم 21. البدايه هتكون في تمام الساعه 4 عصرا، وبالمناسبه مواعيد هذه المباريات لا تتعارض ابدا مع المباراه اللي احنا قدمناها في بدايه يعني الحلقه، مباراه دوري ابطال اوروبا. فبالتالي احنا على موعد مع متعه كرويه على مدار اليوم باذن الله. المباراه الاولى في تمام الساعه 4 عصرا، غزل المحله يلتقي مع طلائع الجيش، ايضا سموحه وامبي في تمام الساعه 6:30، واخيرا اللقاء الثالث والاخير لقاء الزمالك والاسماعيلي، واحد من كلاسيكيات كرة القدم المصرية. طبعا المباراة الأولى في تمام الساعة 4 عصرا، غزل المحلة وطلائع الجيش، على هتبقى اون تايم سبورتس 2. مباراة سموحة وامبي هتكون على مباراة 2 على قناة الثانية بإذن الله، اون تايم سبورتس 2. أما لقاء الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة 6:30 على قناة الأولى بإذن الله، قناة اون تايم سبورتس الأولى. فبالتالي بنضمن لحضراتكم متابعة لكل مباريات الدوري العام الممتاز، وأكيد إثارة بشكل كبير جدا خاصة بمواجهات اليوم. لو هنتكلم على ترتيب نادي الزمالك قبل لقائه مع نادي الإسماعيلي، واتكلمنا قد إيه فعلا إن كل فرقة بتسعى النهاردة إنها تعالج المشاكل اللي كانت موجودة في الفترة الماضية. الإسماعيلي نتائج إيجابية كتيرة مع الكابتن حمزة الجمل، وكان ابتداها بفوزين وتعادل، فبالتالي عنده دوافع كتيرة جدا. نادي الزمالك كان مني بهزيمتين مفاجأتين لجماهيره، أكيد كان بيأمن النفس أنه يستغل أيضا تعثر النادي الأهلي في بعض المباريات، ولكن الهزيمة من إمبي ثم طلائع الجيش وقصة الاستاد وخلافه من الأمور الفنية مع جوزفالدو فيريرا، كل دي بتخلي نادي الزمالك النهاردة عنده مسؤولية كبيرة جدا في إسعاد جماهيره. وبشكل عام نادي الزمالك اللي خاض 19 مباراة استطاع منهم أنه يحصد 41 نقطة عن طريق الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراتين، وخسر الفريق 4 مباريات كانت مع سموحة ونادي الأهلي ثم إمبي ثم طلائع الجيش على الترتيب. بالتالي 4 هزائم لنادي الزمالك أفقدوا 12 نقطة كان بإمكانه أنه هو يضيف العديد من النقاط لرصيده، سجل من الأهداف 32 هدف في حين استقبلت شباكه 19 هدف. دي أرقام من قرب كده بيها مع حضراتكم في مباراة مهمة هنكون بنتابعها الساعة 6:30 مساء، الزمالك في مواجهة نادي الإسماعيلي، وبالتالي هي ليها تفاصيل هنكون برضو بنتابعها على المستوى الفني. ولكن على المستوى الرقمي بالنسبة لترتيب نادي الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري، فهو لعب 19 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات، خسر 9 مباريات، والأهداف اللي قدر يسجلها الفريق 16 هدف، أما عن استقبال الأهداف فكانت 24 هدف. النقاط 18 نقطة ومركزه الحالي هو المركز 16 في موسم بيعاني فيه طبعا نادي الإسماعيلي بشكل كبير جدا، وممكن نقول أنه بدأ يكون على المسار الأفضل دلوقتي، يعني قيادة فنية جديدة أسفرت عن تحسن بشكل كبير جدا في النتائج وفي الأداء، وأهم حاجة عودة الروح. دي ممكن تكون من النقاط اللي كان بيعاني منها بعض الشيء نادي الإسماعيلي، كانت مضايقة جماهير برضو الإسماعيلية، يعني فكرة ان انت تحس ان اللاعبين مش بيقاتلوا مش بيموتوا نفسهم، انت نادي كبير نادي عريق، انت نادي من الأندية الكبيرة والجماهيرية في مصر على مدار سنوات طويلة، فبالتالي ان انت تحس انه اللعيبة مش حاسة بقيمة التيشيرت دي، اعتقد كانت اكتر حاجة ممكن تكون مضايقة جماهير نادي الإسماعيلية. بالرغم بقى مثلا يكون في مشاكل مادية في مشاكل في العقود كل الحاجات دي، الجماهير من كتر ما هي بيكون عندها انتماء بالنسبة لها مش سبب مقنع ان اللاعب ما يكونش بيقدم كل ما لديه ولا بيقاتل في الملعب على مدار التسعين دي، عكس بعض اللاعبين ممكن يكون بالنسبة له ده شغل ده احتراف، فانا عايز اخد فلوسي علشان ما اكونش مشتت، وساعتها هيكون من المنطقي ان انت تشوف اداء مني افضل. هي حسبة مختلفة، ولكن في الوقت اللي فيه احتراف بنشوف للأسف ساعات كتيرة مواقف مش بتكون في صالح الجماهير طول الوقت، ولكن لازم كمان الجماهير تكون متقبلة العصر المتطور اللي احنا أصبحنا فيه في صناعة كرة القدم. الأموال دائما تتحدث، وهي بقى تطور طبيعي ومنطقي في الوقت الحالي بنتابعه في مشاهد مختلفة في أنحاء العالم كلها فيما يخص الاحتراف وكرة القدم. مشاهدينا بعد الفاصل أكيد هنواصل حديثنا، خليكم معنا.